حالو شفارة وفي خدمة ولا في البركاكة كيخدموا. حنا كنتقطعوا تنقطعوا من جهه الدري، يعني السلطات راه ما دارتش الخدمه ديالها نهائيا، ما جاوش كاع نهائيا، ما براو ما فتشوا. يعني حنا العائلات كنجيو من الصباح حتى العشيه كنبقاو نشوفوا كنقلبوا، يعني واش حنا غير كنتسناو في البحر غادي يلوحوا حدانا؟ واش غيجيبوا اشرف غيبان لنا جاي؟ كنطلب من سيدنا ومن جلاله الملك الله يخليه، بغينا عير الجثه ديالو عير نشوفوها، عير نشوف عير الجثه ديالو نبردوا، حنا ما غاديش نعرفين واش حي. والفلوكه اللي شاد الفلوس من على الدراري راه مطلوق حر تاع راسو، والدراري راه مشدودين، والدري راه ميت في البحر، وواحد راه شادينو، ثمانيه راه مخرجو، اللي عرفوا يعوموا راه مخرجو، دايرين جيليات عرفوا يعوموا راه خرجو، والاخرين ما تيعرفوش يعوموا راه غرقوا في البحر. انا ما مصدقاش، انا جايه في كل بلاصه، انا جايه من طريق خريبكه، كنت كل مره كيتبان لي اشرف، ودابا جالسه قدام البحر وكان كنتوقع كنقول اشرف غادي يبان لي راه جاي وحاضيه الفلوكات، وكنقول راه غايبان لي جاي، كل مره كنهز عيني وكيبان لي راه اشرف وسط البحر. اللي وقع هنا واخا تنسمعوا بالدرك الملكي، وتقريبا واحد 40 شخص ديال الدرك الملكي اللي جاو لي زومبيلونس داكشي، حنا شي واحد من المنطقه غرق ولا حتى شي خرجوا بالليل الدراري البحريه الكالامار وداكشي فهمتيني، فاو تنخرجوا نتفاجئوا باللي كاين محاوله الهجره السريه، وتم الانقاذ ديال 8 الاشخاص من هنايا، وخمسه ما لقيناهمش. الدراري ماشي ولاد المنطقه، الدراري ماشي ولاد المنطقه، الدراري ما تنعرفوا فيهم حتى شي واحد. الدراري جاو هنايا هزوا، واش معاهم حراق ولا بوحدهم ما عرفناش، معاهم المهم جاو هزوا لاباك ودخلوا، هما ما عارفينش المنطقه مزيان، ضربوهم البحار ولا ما عرفناش. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.